معايا على التليفون واحد من اللعيبه اللي كان مكار طول عمره في الملعب، لكن كمان لما بقى مدرب يمكن دلوقتي الناس لسه ما خدتش بالها، لكن اللي بيتقال من جوه ومن بره ومن حواليه ومن بعيد عنه انه مدرب بوم البوم، يعني جاي بقوه وجاي بخطوات ثابته. حسين ياسر المحمدي، واحد من اللعيبه المهمه جدا في الزمالك وقبلها في الاهلي. يا حسين برحب بيك وسعيد بوجودك معايا ودايما كده متالق. ده انا اسعد كريم ومتشكر جدا على كلامك الجميل دوت، وسعيد اني بسمع صوتك النهارده. انا سامع ان انت مكسر الدنيا. الحمد لله. اه والله، لا بيقولوا لي بجد، الناس بتقول لي، وخلي بالك الكلام لما بيتقال من اكتر من حد، انت طبعا مش كل النفسيات حلوه، فلما يتقال من كل النفسيات ومن كل النوعيات ان انت مدرب كبير، فده معناه ان انا خلاص، انا كده انا اتاكدت. الحمد لله، طبعا دي شهاده اعتز بيها طبعا منك ومن الناس اللي حواليا. الحمد لله السنه اللي فاتت من ساعه ما جيت وبدات مع النادي في نادي الزمالك ومسكت فريق ال 20 سنه، فريق من اهم الفرق اللي في النادي، اللي المفروض يعني يعتبر على بدايه الدرجه الاولى اللعيبه كلها. صح صح. فالحمد لله اني قدرت ان انا يعني جيت في وقت كان صعب جدا، وكان الفريق طبعا بتبقى هي الميزه بتبقى افضل دايما، مش تيجي على فريق قوي بس ان انت تمسكه، لا بتيجي على فريق يكون عنده مشاكل شويه وعنده عناصر تساعدك ان انت تحقق شغلك اللي انت عايزه. فالحمد لله هو ده اللي اتحقق، وكان حظي حلو ان انا جيت واشتغلت معاهم. عندي لعيبه الحمد لله، يعني ما شاء الله لعيبه كويسه جدا، معظمهم منتخب مصر طبعا، قوام الاساسي للفريق ال 20 سنه 2003 مع كابتن محمود جابر. وجيت كان في وضع صعب شويه الفريق في مركز العاشر او التاسع ساعتها، والحمد لله واحده واحده مع الشغل طبعا، انت عارف الخبرات وانت لعيب الوضع مختلف خالص وانت مدرب. طبعا دي حقيقة. مش عايز كلام. طبعا طبعا، يعني لما بتيجي النادي كلاعب وحتى نجم، انت نجم وجاي النادي وجمهور كله، انت بتيجي بتلبس الشورت وتيشيرت وتنزل الملعب، مسؤول عن نفسك بس. صح. اه مالكش دعوه بتحضيرات، انت مستواك هو اللي بيبقى مهم جد. لكن صح. وانت مدير فني، لا محتاجه مجهود كبير ومحتاجه شغل كبير جدا، انت تحت منك جهاز فني ومعاك جهاز طبي ومعاك جهاز اداري، معاك 30 لعيب موجودين معاك بتتعامل مع نفسيات، فبرضه الكاركتر مهم هنا بالنسبه للمدير الفني. اتفق معاك جدا، بس ان هو مش إن هو فنياته بس، لكن شخصيته كمان جزء مهم جدا من الحكايه. صح، بيفرق كتير، جزء كبير جدا من الشخصيه بيفرق معاك في الكارير بتاعك كمدير فني. بتفق معاك. فدوت كان من ضمن النقط الحمد لله ان انا وجود الولاد معايا وفي السن دوت، مش سني مش معاي. بالرغم ان انا طبعا شايف نفسي خلاص دلوقتي بيني وبينهم يعتبر 20 سنه. فايه فالموضوع برضه الحمد لله ان السن قريب، والحمد لله ان اللي بيبقى المدير الفني لما يبقى فت مع الاولاد ممكن ان هو يلعب معاهم شويه او يشارك معاهم في التمارين او كذا، دي بتدي روح معنويه جميله جدا. مش عايز كلام، لما يعني في ترابط ما بينكم، يعني الشباب بيحبوا المدرب. معايا كمان الروح الجميله اللي وصلت ليها بعد فتره شويه، من الاول كان بيبقى في تحفظ شويه من اللعيبه، بيبقى عيب مدير فني، لكن مع شهر شهر ونص شهرين، الشهر الثالث بدات فعلا حطيت ايدي على الفريق كامل وعلى اللعيبه وعرفت العقليات بتاعتها وعرفت كل واحد، وده جزء مهم جدا، جزء مهم جدا انك تفهم الشخصيات. اه كان صعب جدا، انا شايف ان يعني اي مدير فني بيمسك فريق النهارده محتاج 3 4 شهور مع فعلا بالذات لما يبقى جديد، ولازم يشوف الناس والوضع بياخد ايه. والحمد لله انا برضو يعني طبعا خلصت اللعب، لكن الفترات اللي فاتت كنت مشغول بالدورات بتاعتي في اوروبا، زي ما لعبت في اوروبا برضو واحترفت في انجلترا وفي البرتغال وفي انديه كبيره، حبيت ان انا اكمل دوراتي في اوروبا. فطبعا عملت الويفا بي الاول، حلو، وعملت بعد كده الويفا ايه لسه مخلصها الحمد لله. والله طب حلو قوي، حلو قوي. اه طبعا الحمد لله، طبعا دي كانت خطوه مهمه، وباقي لي ان شاء الله البرو لايسنس عن قريب جدا. انت عارف قوانين الفيفا لازم كل سنه يبقى في ما بينهم فترات، فقدمت على البرو لايسنس كمان في، عملتهم طبعا في انجلترا وايرلندا في الاتحاد الايرلندي تابع الاتحاد الانجليزي. حلو. وكل نجوم البريمير شيب كانوا موجودين معايا، نجوم كبار طبعا منهم مدربين دلوقتي، فدي حاجه اضافت لي كتير. مش عايز كلام، غير ما انا كنت لاعب يعني، وهتضيف لك كمان لما تبقى مدير فني بقى فوق، يعني هتبقى تفرق كتير معاك ان شاء الله. اللي بيراودني بقى الفتره دي ان شاء الله تعمل كده. انا بدات من تحت، ما رضيتش ان انا اتكبر على الشغل، بالعكس انا بدات من العكس. ده انت اتعلمت جدا كده يعني، انت كتير طبعا. مش عايز كلام، مش عايز كلام، مش عايز كلام كتير جدا من الشغل مع الواد ال 20 سنه، وخاصه طبعا في نادي الزمالك برضو انت مطالب ببطوله، مش عايز كلام، مطالب ان انت تكسب دايما، انت تحت ضغوطات. حسيت برضو ان انا بلعب تاني، حسيت ان السبوت عليا، وبالذات لما مسكت الفريق الحمد لله الناس كلها يعني كل جماهير الزمالك لفت حواليا وكانوا متابعين عندي على السوشيال ميديا عندي النتائج وال صح. وعلى فكره دوري قوي جدا ما شاء الله، لان ده الجيل اللي جاي لمصر بالظبط يعني. كده دول اللي هيستلموا بقى اللي بعد كده الفيرست تيم يعني. منافسه قويه جدا السنه اللي فاتت في الدوري ما بين 5-6 فرق. وشفت مباريات في الدوري بتاعي، لا مباريات درجه اولى، مستوى درجه اولى.
يعني كنت اتمنى بس الحاجه الوحيده اللي هي الناشئين بتعاني منها في مصر الامكانيات اللي حواليهم كملاعب طبعا، كامكانيات فاسيليتيز. بصراحه الملاعب صعب جدا ان الناس تأدي فيها على اعلى مستوى، احنا عندنا امكان نوفر للاولاد دول الافضل، لو كده كان هيبقى نشوف كمان مستويات اعلى من كده. فطبعا الحلم اللي جاي هو طبعا في خلال فتره قريبه ان شاء الله ان انا اكون متواجد مع اي فيرست تيم ان شاء الله في الدوري الممتاز واكون متواجد فيه، واتمنى ان انا طبعا زي ما كنت لاعب ابدا مسيرتي، وهي في البدايه بتبقى مختلفه مع الخبرات والسنين اكيد برضو ان الواحد بيتغير في فكره وبيستفيد حاجات كتير وبيتطور، لازم التطور، لازم التطور، لازم نواكب التطور، والكره الحديثه اتغيرت كتير. فطبعا اللعب زائد ان انا اتعلمت وخدت شهادات دلوقتي زائد الخبرات بتضيف كتير، زائد العملي بقى الشغل العملي اللي عملته مع الاولاد والنتائج والمباريات اللي بلعبها دلوقتي. والدوري بدا عندنا الحمد لله دلوقتي لعبنا 4-5 مباريات حلو، فوزنا منهم 3 وتعادلنا 2، وفي منافسه قويه ما بيننا وبين الاهلي وانبي دايما والمقاولين وسموحه وفرق كتير، فرق كتير في الدوري المصري كمان دلوقتي مختلف الاسماعيلي كمان. فانا شايف ان فعلا في استفاده للعيبه وفي استفاده للمدربين كمان، لكن نتمنى نشوفه في مصر ان شاء الله ان احنا نطور المدربين ونشتغل على العالم. مهم إن جدا، احنا عايزين جداً بجد كادر قوي جدا للتدريب عشان الاجيال دي هي المهمه، هي اللي بتطلع من صح، هي دي اللي لو اسستها صح هتبني لقدام يعني. طيب واحنا طبعا عندنا فتره كبيره ما كانش فيه الاتحاد الافريقي ما بديناش هنا ان احنا فرص ان احنا نطور مدربين او ندي دورات، نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تتفتح. طب قول لي بقى الزمالك خسر ليه في يوم الجمعه يا حسين؟ طبعا ده الحديث الساعه من ساعه ما خلصت مباراه الجمعه. طبعا طبعا، واكيد اكيد في اسباب الخساره، دايما فيها اسباب اكيد، وعامل التوفيق بيبقى مهم. لكن لو هنتكلم بشكل فني او بشكل تكتيكال يعني عن المباراه، لا انا شايف ان طبعا النادي الاهلي قدر ان هو كولر كان تعامل مع المباراه بشكل واقعي جدا اكتر منه من شفنا. طبعا فيريرا كان اعتقد انا كان بالنسبه لي قلت ان هو عنده كريدت اكبر من الراجل دوت لان هو موجود في الدوري بقاله سنه وخد الدوري والكلام ده كله. طبعا بالنسبه لكولر كان مباراه غامضه بالنسبه له، حتى هو كان سامع عن مباراه الاهلي والزمالك ده ما قال في تصريحاته، الناس كلها مستنيه يلعب مباراه الزمالك، هو ما كانش متخيل حجم الضغط دوت او الكم الاعلامي والجماهيري واهميه المباراه الا لما كان في الملعب، انا متاكد من كده. متاكد انا كمان صح. فهو اتعامل مع المباراه بشكل واقعي جدا، اعتقد ان هو بدا المباراه وساب الاستحواذ نادي الزمالك، وكان الزمالك في بدايه المباراه هو اللي كان بيلعب، لكن ما كانش فيه خطوره، ما كانش فيه ايجابيه على المرمى لغايه ما حقق طبعا الكره غلطات، هو حقق الهدف الاول بغلطه من الوردي في نص الملعب ادت ان هو سجل هدف، وطبعا كان لسه في مباراه الهدف دوت غير طبعا كتير في المباراه بالنسبه لنادي الزمالك. عندنا في النادي طبعا مستر فيريرا الناس كلها بتتكلم والجمهور بيتكلم ان هو كان في اخطاء في المباراه منه، وارد ان المدير الفني كمان يغلط بقاش في يومه، وارد جدا، مش عايز كلام. طب طب الراجل خد دوري وكاس وماشي كويس مع الفرقه، لكن في المباراه دي ممكن الناس كلها شافت ان ممكن يكون السيستم اللي لعبنا بيه او حتى النجوم اللي عندنا في الفرقه ما ظهروش بالشكل المطلوب. كان في ثقه زياده، حسيت بثقه زياده عند اللعيبه، هو من البدايه كان في ثقه زياده عندنا ان احنا نازلين هناخد المباراه صح، ودوت زي ما قلت لك ايه الواقعيه اللي اتعامل بيها النادي الاهلي، اتعامل بشكل كبير ان هو نازل يلعب نادي الزمالك كان في تحفظ في الشغل بتاعه، ادى الاستحواذ للنادي، واقف في نص ملعبه كويس او بيدافع كويس قوي، ما فيش اي هجمات عليه لغايه ما جات له الفرصه ان هو يسجل، ولما سجل حافظ على الهدف دوت، حاولنا ان احنا بقى نعوض التهديف، وحصل اكتر من تغيير في الملعب بالنسبه للمراكز بالنسبه للعيبه عندنا، نزول لعيبه جديده في نادي الزمالك لسه موجوده عمرو السيسي ومصطفى شلبي ومصطفى شلبي وطبعا للاسف سامسون اتعور قبل المباراه، كان هيبقى كارت مهم جدا لفريرا موجود، فحصل بعض الظروف زائد ان اليوم زي ما قلت يمكن زي ما كلنا شفنا كجمهور نادي الزمالك ولاعيبنا والناس كلها ممكن تتكلم بشكل تكتيكال عن الفريق ان هو ما كانش في افضل حالاته كسيستم وكعناصر موجوده في الملعب، كان ممكن يبقى افضل من كده، يعني كان ممكن يبقى افضل من كده بشويه. اللقاء ده ياثر على الزمالك معنويا في الدوري في بدايه الدوري؟ لا اتمنى طبعا ما ياثرش مع الزمالك في حاجه، دي هي مباراه واحده يعني مباراه وطبعا لازم يبقى فيها بطل، تعتبر مباراه نهائيه ودي هي التوقيت بتاعها كويس جدا للنادي الاهلي طبعا طبعا ان هو يرجع للانتصارات، لكن كره القدم كل يوم فيه جديد صح. يعني النهارده لما نستنى المباراه الجايه للاهلي والزمالك لما يلعبوا مع بعض دايما الناس بتستنى وتتشوق تشوف مين اللي هيكسب ومين اللي هيكون طبعا جاهز للمباراه
ومين اللي هياخد 3 نقاط للمباراه دي مهمه. طبعا مباراه الاهلي والزمالك من اكبر ديربيات الوطن العالم يعني وفي افريقيا وفي العالم تكون من 7 أو 8 ديربيات اقوى في العالم صح. مش بس في الوطن العربي صح. فالناس كلها بتستنى المباراه دي بتشوف. بالنسبه لو هتكلم على زي ما قلت كولر بالنسبه له لا ده ضاف له كتير قوي كريدت كبير قوي عند جمهور النادي الاهلي مش عايز اكلمه ثقته ما بينه وبين الناس واللعيبه اللي موجوده عنده هتبقى اكبر وده هيدي له دفعه طبعا دفعه كبيره. احنا شايف ان انا المشكله عندنا في مصر وده اللي انا ملاحظه الفتره الاخيره دي ان حتى على المستوى عندي او فوق في الدرجه الاولى من صعب نلاقي الناس او لعيبه تحافظ على مستواها مده طويله فتره طويله صح. استمراريه في الاداء بشكل فردي وجماعي صح. فدي نقطه من ضمن النقط اللي المدربين بيعانوا منها هنا او انا من عامه بعاني منها كمان انا كشخصيا بعاني منها بلاقي في يوم الايام اللعيبه في مستوى عالي قوي وفي نفس الوقت ممكن تيجي مباراه تانية بعديها ما فرقتش بعديها 4 أو 5 أيام تلاقي مستوى مختلف من صح. اللعيبه صح. فاحنا عندنا نجوم في الفرقه زي ما شفتوا وفي ناس وطبعا مش عايز اظلم الناس الجديده عشان الناس ما تجيش على الوردي لا خالص خالص بس يعني هو زكريا ممكن يبقى برضو عنده شويه نواقص لسه عايزه تتطور طبعا دي مباراه كبيره والاخطاء وارده وما جه النادي اكيد لانه لعيب على مستوى عالي لكن عدم التوفيق في المباراه بس انت شايفه على مستوى عالي فعلا يا حسين شايف زكريا الوردي لعيب انا يعني ما اتفرجتش على الوردي كتير صراحه ما اقولكش ما اتفرجتش عليه كتير لكن انا دايما بحكم على الملعب على اللعيب في الملعب ولما وبعدين التجانس مش هيجي في يوم وليله طبعا احنا جبنا عندنا كام لعيب دلوقتي التجانس مش هيجي في يوم وليله طبعا كان ممكن في ناس تقول ان هو ممكن ما يبداش المباراه دي ان مباراه كبيره في ناس ما تنزلش فيه لكن في ظروف المدرب هو الادرى بيها يعني فيريرا هو الادرى صح. او هو صاحب القرار ان هو يشوف الناس في مباراه زي دي وطبعا هو عنده من الخبرات ما يكفي طبعا واللعيبه كلها اللي موجوده مباراه واحده انا مش شايف ان هي هتاثر فينا خالص بالعكس دي ممكن تكون في بدايه الموسم هي جت في وقت كويس للنادي الاهلي ونشوف منافسه قويه وممكن يعني تبقى جات لك برضو انت كويس لانها تفوقك يعني تخليك تحس انه لا طبعًا انزل طبعًا على الارض تاني انت الدوري بالظبط كده الكوره ما فيهاش تعالي هي صح دي الحاجه الجميله في كره القدم اللي بيتعالى عليها ما تتلزمش بالظبط كده وده لو كان في تعالي ورونا مننا ان احنا ادينا بالشكل دوت ان احنا واثقين قوي ان دوت مباراه كنا هناخدها فده درس لينا صح لو هو كده لكن انا متاكد ان اللعيبه كلها ما كانش عندها الفكر ده بالذات كانت مباراه يعني هنقول ايه فنيا ما استغلناهاش بشكل كويس كان ممكن تطلع بشكل افضل من كده حسين طبعا انت عارف ان انا بحب اتكلم معاك جدا بس التليفون مش هيكفي فانت انا قدام الناس اهو بدبسك هتجيلنا قريب تحت امرك كريم طبعا تحت امرك في اي وقت ونتمنى نعمل حلقه جميله ونتكلم فيها عن الكوره ونتكلم فيها عن كل حاجه بقى نفرد بقى ونشوف البدايات والرخصه والحكايه ده في مليون حاجه نتكلم طبعا. فيها مع بعض لا باذن الله فانا مستنيك وهنعمل حلقه ان شاء الله جامده جدا مع بعض متشكر جدا على اتصالك وكل نورتني ودايما كده متالق بشكرك جدا 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 شكرا لك شكرا.